يا جماعة شير يا جماعة شير. أول حاجة اللي حصل الليلة شنو؟ عشان الناس ما تمشي بعيد وسوقوك في محل تاني، أنا بنزل لك البوستات دي عشان تطمنك. طالما نحن مطمئنين أنت تطمئن. في أي حاجة بتقلق إحنا بنطلع بنقول لك. ولا بنقيف ولا بننتظر، لكن طالما نحن بنقول لك الدعوات، بنكتب لك بوست، المعارك لسه، الأمور طيبة، الوضع كويس، أنت تطمئن. إحنا بخير. إحنا ما عينة الناس بيحصل لهم حاجة يكونوا مبتسمين، بالعكس احنا لا بنكذب ولا بنجامل ولا بيظهر في كلامنا. انا دار اديك اللي حصل بالتفصيل. ناسنا دير في سنجا في الدندير ما شاء الله تبارك الله خاضوا معارك كثيرة وكبيرة جدا، انتصروا على الناس ديل دقوهم بالكميات. البيشي مش جاب الحواضن حقينه ولقط الناس اللي ما عندها شرف والناس اللي ما عندها ضمير والناس اللي ما عندها اخلاق. لما يكون زول من المنطقة وواحد جاي من برا، ناس المنطقة أول شيء بيكون عندهم حي إضافية اللي هي المعرفة بالأرض والتفاصيل والتضاريس والمداخل والمخارج. إحنا ناسنا رجالة داقينهم. الناس ديل جو بطيران مسير قدامهم بيضربوا في الناس ديل وهم قاعدين في حتات. هل داير الجيش بتاعنا يقف في حتته في المناطق دي ينتظر الطيران المسير يضربوا عشان إحنا نقول عليهم رجال؟ تنتظر كده يشوف الطيران المسير جاي يضربه وما جايبين معه اجهزه بتاع التشويش. هل ينتظر يقول انه ده الرجال؟ لا، اكيد لازم يعمل خطه بديله. الخطه البديله شنو؟ كانت الانسحاب. انسحبوا وين؟ ما انسحبوا بعيد، انسحبوا جنبها في محل قريب لكن ابعد من مدى المدفعيه والطيران المسير حقهم. الان في شنو الحاصل؟ الان في كميه بتاع جيوش كبيره جدا 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 هناك، وباذن الواحد الاحد حتسمع اخبار مش تسرك تبسطك. احنا ما نقول لك حتسمع، حتسمع بإذن الواحد الأحد. أدعم جيشك، أقف مع جيشك، دي ما معركة ولا لا لا، أصله دي حريب تحت وطن. دي جولة صغيرة إحنا انسحبنا في انسحاب تكتيكي وزي اللي حصل في دوبا. الليلة في دوبا في نفس الزمن كان في نفس المعركة، وكان في معركة شرسة جدا في دوبا والجيش انتصر فيها لأنه دوبا موقع استراتيجي. دق الناس دي مشط المناطق المسؤولية تحت الجيش كلها، والآن دوبا آمنة ما فيها أي حاجة. الباقي وين؟ الباقي الدندير. وبإذن الله تعالى ما بزيدك في الكلام، الدندير أكثر من كده، بقول لك حتسمع وحتشوف، حتسمع وحتشوف بعينك بإذن الله تعالى. واثقين في جيشنا، واثقين في المشتركة، واثقين في أمن ياجين، في البراؤون، في المقاومة الشعبية، وعارفين إحنا منتصرين منتصرين منتصرين. ده هنا منتهي الكلام عشان الناس ما تمشي تدور وتمشي تلف وتمشي للإعلام بهناك. ده لك ما عنده الحاجة تصور، صور زي ما انت داير، لكن في النهايه العبره بالخواتيم. اقعد كان تقدر يا بيشي، اقعد كان تقدر، وقسما بالله ربنا ذات وداير ينظف لنا البلد من العمل اللي هناك. والناس حتشوف بعينها، الناس حتشوف بعينها. موضوع لهنا منتهي عشان ما يودوك ويجيبوك وهزمناها هزمونا ولا يقدروا هزمونا. الناس دي اللي استغلوا طيران المسير واستغلوا هون ادرى بالطبيعه بتاعت الجغرافيا بتاعت الارض والتفوا حوال الناس ومنه ونعمنا الكبير اللي قاعد قدام ده. اخذ كبير ابي يقول له كبير، راجل عمره 60 ولا 75 سنه، ابي يقول لهم باع نهايه قدر ما دقوا كفته خبته قاعد. والله ده مثال على الرجل السوداني عشان الناس تشوف. الناس ما عندهم حاجه، والله العظيم ما عندهم حاجه، وحتشوف بعينك الساعات الجايه. وباذن الله تعالى منتصرين 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 منتصرين. اصلا ما عندنا خيار الا الانتصار. هنا دي المعركة بتاعتنا الدندر ودوبة وانتهينا والمبروك انتهى والموضوع انتهى. لكن 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 خدت حتى ألف خط. الهجوم المتكرر ده على دوبة وعلى سنجا وعلى الدندر عنده عوامل، ما هو ما ساي، عنده عوامل. العوامل دي جزء منها منه، جزء منها المساعد في الهجوم على الدندر وعلى دوبة واللمة تحت الجنجويد في المناطق دي. للأسف للأسف الغرفة تحت السيطرة حقتنا. جيب تمشي تسأل لف الدنيا، رسل أزال البرهان ذاته، أزال كباشي، أزال العطا، لف دار الضابط. دي الحقيقة. إحنا لنا أربع يوم الناس دي اللعمة والماء بيسمع اللطرش واللعمة واللصم. عارفين معلومة واحدة أنه الجنجويد الآن بيحشروا كلهم ماشيين وين؟ ماشيين على سنجا عشان في غنائم. الجنجويد الفدة وحفظوا الدوحة وجوا عشان الغنائم. قال في بحري، قال كلهم بس اللعمة شال المكسر، كلهم جايين جاي هناك البلد طلقت. أربع يوم إحنا بنقول شنو؟ قلنا ده الوقت المناسب للهجوم، الوقت المناسب للهجوم. حارس شنو؟
الا دايره الجنجويد يمشوا ويخشوا الدندير ويشيلوا المحاصيل ويشيلوا الحاجات ويشيلوا الذهب ويشيلوا القروش ويدوروا القلابات ويراجعوا يغيروا لها الزيت ويغيروا لها الكفرات ويدوروا دن ويجوا راجعين يجيبوهم مدني ويستنونا. ما في سبب ثاني. سبب عشان اجي اقتنع بيه انه الناس اللي جوا غرفه السيطره ذيل ما عندهم شيء معانا؟ والله ما معانا. لو القرار عندهم قسما بالله ما معانا، ولو قرار برهان وقسما بكتاب الله ما معانا. الشغله ما دار لا كذب ودار لا طلس ودار لا نفاق. الشغله بقت توضح من عين الشمس. اوضح الان مدني على بعد 18 كيلومتر من محور. الليله قال لهم خشوا بكره الصباح مدني كلها جيش. ما عندنا اقعد احرسوا منه لما الجنجويد يجوا يلتفوا حوالينا ويقتلون ويخشوا المناطق. تبقى دي مشكله كبيره. تبقى الان احنا عندنا عدو فوق ولا بل اجان اكذب عليك اقول لك شنو؟ ابرر لك بشنو؟ انا جيت ادافع معاك. ابرر لك بشنو؟ اقول لك ليه الهجوم ده متكرر على دوما؟ ليه الهجوم متكرر على الدندير؟ ابرر معي؟ ما في مبرر. ما في. امشي محل ما تمشي، افتح كتابك ادق اي حاجه، ما في مبرر الا العماله والخيانه. الان الناس ديل مشوا ثاني رجعوا الدندير وجاؤوا ناس رفاع الليله طلعوا كلهم على بكره ابيهم. جنجويد الحصحيص الليله طلعوا كلهم على بكره ابيهم. جنجويد تنبول كلهم على بكره ابيهم، ما غاب زول عميل ابن حرام ما طلع الليله. الليله كميه كبيره برضه مشوا هجموا عليه وين؟ دوبا بهناك. واحنا قاعدين حارسين شنو يا غرفه السيطره؟ سين سؤال، حارسين شنو؟ اطلعوا قول لنا حارسين كده، ما في عذر. غير العماله والوساخه ما في عذر. انا ده اللي بعرفه وده الكلام اللي قدام عيني، لو جابوا لي لو ما بفهم ما بفهم. لو ما هنا ما لكن كلام واضح بقى واضح، ما داير اي لبس ولا داير زول يلف ودور ولا داير كلام فاضي، احنا منتصرين والله احنا انتصرنا لما الله غفر لنا في الانتصار. لكن في ناس فوق مانعين الانتصار، ودي اللحظات اللي ممكن انت تنتصر وتتقدم وتستلم كل الجزيره وتمنع تدفق الامداد للناس ديل وتعزله نهائيا وتريح المناطق بتاعت كوبري دوبا وسينجا والدندر والمناطق دي ترتاح. انت عامل ليه وانت دايره تسقط، انت بتتفرج عليهم وهم قاعدين كل امواج 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 امواج. ليه؟ لانه مرتاحين. موقفين لهم المعركه، اوقف يا زول ما تشتغل. المتحرك الغربي اقيف، المتحرك الشرقي اقيف، هناك اقيف، ما تتحرك. ليه؟ الناس اللي عندهم معركه هناك في سنار، خلونا نمشوا معركتهم ويشيبوا حاجاتهم ويسرقوا سرقتهم ويجونا راجعين بعدين نداوسهم. لك التحية بسيوني، قال جميل جدا. والله يا اخوانا مهما حصل لن نتخلى عن جيش، والله انهي الجيش ذاته والهرب ده يا اخوانا جولات يوم لك ويوم عليك. خسرنا المعركة لكن الهرب ما زال مستمر، فان شاء الله دندر هتتنظف وترجع وسينجا برضه هترجع ان شاء الله. وزي ما قلت انه المشكلة كله فوق، القشم ده عندنا في كل الثقة، لكن زي ما قلت انه مشكلة فوق ناس الفوق. هل يا اخوانا ممكن زول قائد الفرقة قائد وبرهان قدامه يقول له، برهان قدامه يقول للجنود التعليمات حقكم من قائد الفرقة، تعليمات التحرك حقكم من قائد الفرقة، ما بجي من قائد السيطرة، انا هنا ما عندنا حاجة، تعليمات في قيادة الميدانية. اذا كان هو كذاب ليه قائد الفرقة وقدك بسكت؟ ما دي كلام ما منطقي يا اخوانا. وتالي تيجي تقول تعليمات بيجي من غرفة السيطرة بانسحاب، في أشياء كده ما مفهومة في النص.